من الوهلة الأولى تبدو الأفلام صناعة مرفهة، وقد يكون الأمر صحيحا مع أفلام بعينها، لكن في المقابل هناك أفلام تعتمد على الحركة ومشاهد الأكشن الخطيرة والتي تؤدي للموت أحيانا في مشاهد لا نراها في النهاية. اليوم نتعرف على بعض هذه الأفلام التي شهدت مآسية أثناء تصويرها. The Conqueror. بدأ تصوير هذا الفيلم في ولاية يوتاه الأمريكية عام 1955، وكان يقوم بدور البطولة النجم العالمي جون وين. شهد هذا الفيلم واحدا من أكبر المآسي في السينما الأمريكية، فقد تعرض نجومه لإشعاع ذري بعد اختبارات لانفجار قنبلة ذرية في صحراء نيفادا. هذا الإشعاع سبب مرض السرطان لواحد وتسعون شخصا ممن شاركوا في هذا الفيلم، ومن ضمنهم النجم جون وين الذي توفي على إثره بعد عقدين. The Twilight Zone The Movie. فيلم آخر شهد كارثة مدوية عند تصويره في عام 1983، حيث قتل بالخطأ ثلاثة من طاقم تمثيله منهم طفلين. كان هناك طائرة مروحية تطير على ارتفاع 8 أمتار فقط لتتفادى بعض الانفجارات التي كانت جزءا من سيناريو الفيلم، لكن الطيارة فقد السيطرة عليها فجأة لتقتل مروحيتها الممثلة فيك مورو والطفلين ميكا ديني 7 أعوام ورينا شين ياتشين 6 أعوام. وكان منتج هذا الفيلم هو ستيفن سبيلبرغ، الذي دخل في خصومة دائمة مع مخرج الفيلم لاندس بسبب تخطيه العديد من القواعد والقوانين واستخدامه للنيران الحية في تصوير الفيلم. الكارثة وضعت قوانين جديدة لمشاركة الأطفال في تصوير المشاهد التي تتم ليلا. The Crow. فيلم أنتج في عام 1994، وكان يجسد دور البطولة فيه النجم براندن لي، نجل أسطورة الكونغ فو بروسلي. فقد براندلي حياته أثناء تصوير هذا الفيلم عندما أطلق عليه بالخطأ أحد المشاركين في الفيلم رصاصة بالبطن دون أن يعرف أن السلاح الذي يستخدمه حقيقيا. لفظ لي أنفسه بعد انتقاله إلى المستشفى. توب غان. أشهر أفلام النجم توم كروز، وفيه فقد أحد المشاركين حياته وهو الطيار الاستعراضي أرت سكول. وكان سكول يقوم بأحد المشاهد بطائرته عندما تعرضت لعطل مفاجئ جعله غير قادر على السيطرة عليها لتسقط في المحيط الهادي دون أن يظهر لها أثر بعد ذلك، وقد أهدي الفيلم لهذا الطيار. XXX. نظرا لأنه كان من أفلام الحركة، لهذا تعددت بعض المشاهد الخطيرة التي تطلبت بديلا لبطل الفيلم فان ديزل. وقد فقد هاري أكونور بديل فان ديزل حياته وهو يقوم بقفزة خطيرة من مكان مرتفع فوق أحد الغواصات. اصطدم جسد أكونور بجسر ليسقط ميتا في الحال، وقد صور مشهد موته بالكاميرا. The Final Season. أثناء تصوير فيلم البيسبول الموسم الختامي الذي صدر في أكتوبر 2007، قتل المصور رولاند أثناء تصوير بعض اللقطات الجوية. رولاند كان معروفا جيدا لقدرته على التقاط لقطات من طائرة هيليكوبتر، وكان يصور من مروحية بيل 206 عندما ضرب خطوط الكهرباء، ثم تحطمت المروحية في حقل مخلفة إصابة خطيرة للطيار والمنتج على متن الطائرة، في حين توفي رولاند. The Return of the Musketeers. أثناء تصوير فيلم عودة الفرسان سنة 1989، سقط الممثل روي كينر من الحصان في توليدو إسبانيا ليصاب بكسر في الحوض، واقتيد إلى المستشفى في مدريد وتوفي نتيجة أزمة قلبية في اليوم التالي. قام مخرج الفيلم ريتشارد ليستر بالاعتزال مباشرة بعد الحادث. Enter the Dragon. بروس لي كان يقوم بأعمال الدوبلاج في هونغ كونغ يوم 10 مايو 1973 لفيلم دخول التنين في استوديوهات الحصاد الذهبي. في نفس اليوم سقط في الحمام وتم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى هونغ كونغ حيث تم إعلان وفاته، وقال الأطباء الذين عالجوه أنه توفي إثر تضخم دماغي. يوجد الكثير من الجدل حول وفاة بروس لي، وهناك تكهنات بأن الباريوانا قد تكون جزءا من سبب وفاته. تروي. تعرض براد بيت لتمزق في أحد أوتار يده اليسرى أثناء تصوير أحد المشاهد، لكن الحدث المأساوي كان وفاة الممثل جورج كاميليري وهو أحد الممثلين الإضافيين، وكان قد تعرض لكسر في رجله أثناء التصوير لينقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه أصيب لاحقا بنوبة قلبية من جلطة دموية في ساقه تعرض إثرها للوفاة. جامبر. أثناء تصوير فيلم جامبر من بطولة الممثل سامويل جاكسون توفي ديفيد ريتشي وهو المسؤول عن تجهيز مكان التصوير إثر سقوط قطعة من الجليد عليه في مكان تصوير أحد الخدع.
شكرا على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.